عندهم شخصية لبنانية. ما بحس إنه عن جد في حدا مهم بلبنان. ما عاش في. ما بحب حدا أنا، لأنه كلهم مش منيح. كلهم ما بنيوا دولة، معناتها ما في حدا. تاريخيا كم شبعون؟ ولا تاريخيا ولا مستقبلا. كله منيح. أهم شخصية بالسياسة قصدك؟ أعظم شخصية لبنانية شوشو. بالعصر الحالي بفتكر فؤاد الشيخ وعمر الزعني ونبيه بري، هو حامي البلد وحامي الاستقرار وحامي لبنان. الله يرحمه الشيخ رفيق الحريري، إن احنا هلأ مرتاحين شوي بالمشاريع اللي عملها. البريزيدون ميشيل عون، الرئيس ميشيل عون، والسيد حسن جبران خليل جبران. كان عنده بعد وكان عنده فيلوزوفي. صباح بعتبرها هي أرزة لبنان. أنطون سعادة، ميخائيل نعيمي كمان أنه ابن بسكنتا. أكيد بفكر بفيروز أول شيء. رياض الصلح، سعد الحريري، زياد الرحباني أكيد، مبدئيا ولي جملة أكيد، سعيد عادل، وديع الصافي، ميشيل المر. أهم شخصية لبنانية المواطن. بالنسبة لي صاحب الشغل عنا مثلا لابدنا آخر الشهر. أنا ليش شو بنقصني من العظم؟ شو بني؟ أخلاق بلا صغرة فيكم، فهم، جمال، علم، آدمية، نظيفة، شو ما بستلم بستلمه بنظافة. لشو بني؟ مشاهدينا مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من بلا طول سيرة، والليلة الحلقة السنوية الخاصة بذكرى الاستقلال مع شريكنا بهالمناسبة الوطنية من 3 سنين، الباحث بتاريخ لبنان المحامي فادي المصري. اهلا وسهلا فيك استاذ فادي، عم نشتاق لك من سنه لسنه. عملوها مرتين بالسنه. او لك لازم نعمل استقلالين يعني. في كثير مناسبات فينا نحتفل نعم. فيها. كل سنه من 3 سنين عم نتناول زاويه جديده مرتبطه بلبنان والاستقلال. بال 2016 كان موضوعنا رؤساء الجمهوريه الاوائل المنسيين، بال 2017 انتقلنا الى النساء ودورهم بمعركة الاستقلال، وكان دور محوري بمعركة الاستقلال بال 1943، والسنة ومن ضمن أجواء سلسلة مؤثرون اللي بلشناها بشهر أيلول الماضي، اخترنا نحكي عن الشخصيات العشرين الأكثر تأثيرا والأكثر حضورا بتاريخ لبنان. طبعا واجهنا صعوبة كبيرة بتحديد هالشخصيات من بين آلاف الشخصيات المؤثرة اللي صنعت صورة لبنان وسمعته عبر الزمن وعبر الأجيال. هون لازم أقول إنه الشخصية المؤثرة بالمفهوم العالمي مش بالضرورة تكون الأهم والأعظم. الشخصية المؤثرة لازم تكون طبعا مهمة وكبيرة ولازم تكون الأكثر ريادة، وإنما في جانب شخصي إضافي يعني غير ممكن تحديده أو قياسه بالعلم. هل جانب له علاقة بسمعة هالشخصية أو ما تبقى منها بالذاكرة أو بالبراندنج الخاص فيها أو بالعلاقة بالتماهي اللي ممكن تصنعه بينها وبين الجمهور؟ وهل الشيء اللي بيعطيها النكهة الخاصة اللي بتفرق بين شخصية مثلا مهمة، شخصية كتير مهمة، وشخصية مؤثرة؟ وبحب لكم انه مش بالضرورة الشخصية المؤثرة تكون شخصية كتير مهمة، ومش بالضرورة كل شخصية كتير مهمة تنعد بلائحة الشخصيات المؤثرة. بتمنى كل واحد منكم يلاقي الشخصية اللي بتتمثله الليلة بهذه الحلقة، وإذا لا لائحتنا العشرينية قابلة للنقاش، فيكن تقترحوا علينا أسماء جديدة لنكبر لائحة المؤثرين اللي عم نشتغل عليها وتصير بدل التوب 20 توب 100. كان مخاض أنه نصنع سوا هاللائحة العشرينية، شو أصعب شيء كان بالنسبة لك؟ خيار الشخصيات أكيد كان عشناها سوا، كان خيار كتير صعب وكتير دقيق وكتير حساس، بس بذات الوقت كانت مغامرة حلوة، لأنه نحن كنا اليوم فينا نعمل 100 شخصية مثل ما تفضلت حضرتك، وفينا كنا نعمل 10 شخصيات. اعتمدنا موضوع العدد 20. نعم. وهالعدد 20 كان بفتكر خيار كتير موفق وكتير صائب، لأنه بذات الوقت لازم يكون في نوع من انتقاء، يعني ما يكون في كسرة ووفرة بالناس نسبة للوقت ونسبة كمان للبرنامج.
وبذات الوقت بنكون عطينا أو فينا حقهم لأكثر عدد. نعم. ممكن نحن عادة بنعمل توب 5 توب 5 أو توب 10، هي أول مرة بنعمل توب 20، وكان عنا أسئلة صعبة من نوع بشارة الخوري أم رياض الصلح، إذا بدنا ننقي شخص جبران أم خيل نعيمة، فيروز أو صباح، يعني بعتقد هذا أصعب شيء لأنه عم نحكي بين كلها شخصيات عظيمة. بس هلأ إذا بدي أسألك، جبران خليل جبران أم خيل نعيمة، مين بتنقي لليحة؟ كنا قدام هالديليما ونقينا جبران خليل جبران. ليه مش بخيل النعيمة اللي هو بركي أدبيا أهم؟ أدبيا أهم يمكن، بس تأثير يلي تركه جبران خليل جبران بلبنان وبالعالم. نعم. جعلنا أنه الميزان يميل نحو جبران. نعم. على كل حال خيل النعيمة كان عنده عقدة جبران. كان في علاقة كتير ملتبسة مرقت من الرابطة القلمية اللي جمعتهم والاختراب. نعم. هن أدباء اللبنانيين. نعم. بالاختراب وصداقة وخلاف أدبي لاحقا. نعم. بس نحن نقينا جبران ومشينا بجبران. مع أنا كنت مع خيل نعيمة، يعني لازم هيدي فور ذا ريكورد مثل ما بيقولوا. لازم نقول كمان إنه لكل لائحة معايير وضعنا معايير صارمة ومشينا عليها، والنتيجة كانت بحلة الليلة من بلط والسيرة. الليلة كمان لأنه التاريخ هو بالنتيجة ذاكرة شعب وأجيال، قمنا بتجربة اجتماعية مع طلاب من كلية الإعلام الجامعة اللبنانية. اخترنا طلاب من السنة الأولى، هن صحفيي وإعلامي المستقبل، والليلة رح يعطونا حكم التاريخ على 20 شخصية من أكثر شخصيات المؤثرة بتاريخ لبنان. صورنا هالتجربة التلفزيونية المثيرة باستوديو كلية الإعلام الجامعة اللبنانية. تولت اعداد التجربه الاجتماعيه مع طلاب كليه الاعلام الزميله رندا جباعي اللي بترافقنا من غرفه العمليات. مساء الخير رندا. مساء الخير زفان. اشتقنا لك اول شيء على الهواء. نحن كمان اشتقنا لغرفه العمليات على كل الاحوال. نعم. بدي اقول انه قبل ما نبلش يعني نحكي عن هالتجربه كلها التلفزيونيه بعتقد المميزه، انه نحن صورنا هالتجربه باستديو الجامعه اللبنانيه، وبالفعل تفاجئنا زفان بالاستديو. اول شيء للتقنيات الموجوده، لا يعني هالكليه اللي بتهتم بموضوع المرئي على يمكن شيء جديد بالجامعه اللبنانيه انه نلاقيه، واستديو موجود بيختلف حتى عن خرج النهار، يعني النهار نسجل حلقة تحت. ايه فعلا كتير مهم. نعم. هالستوديو كاميرات كل التقنيات اللازمة ليكون في فعلا اعداد لصحفيين وناس بيشغلوا بالتلفزيون بشكل مهني. نعم. خبرينا عن الطلاب، كيف اخترتوا الطلاب ومين هن؟ هلا مبدئيا اخترنا طلاب من الفرع الاول والثاني، يعني بكل صراحه حبينا انه يكون في طلاب من خلفيات، يعني من اكثر من خلفيه من اكثر من منطقه، لنقدر اكثر هيك نشاركهم بهالتجربه باختيار شخصيات مؤثره بلبنان. وطبعا الاعمار هن يعني طلاب سنه اولى وثانيه، عم نحكي عن اعمار بين 18 و 20 سنه. واهم شيء انه نحن ما كنا مخبرينهم ابدا عن موضوع يعني اللي نحن يعني اذا بدك عن الشخصيات الموجوده او الموضوع حتى شو هو، فكانوا متفاجئين. نعم. يعني هن اجوا من دون تحضير، يعني الطلاب اللي بنشوفهم مش محضرين. نحن دعيناهم انه في تجربه تلفزيونيه بدنا نعملها، وكان في اكثر من اسم، اخترنا 10 من هالاسماء، ويعني هيك كانت مفاجاه لهم على الكاميرا، يعني بدهم ياخذوا الناس بعين الاعتبار انه ما بيعرفوا ابدا انه كان في عن هالشخصيات، كان بدنا رده فعل حقيقيه وعفويه. وتاني شيء انه طبعا رهبة الكاميرا يعني على. نعم. بطبيعة. شو الخلاصة اللي انت طلعت منها من هالتجربة؟ يعني للحقيقة انه مثل ما ذكرت اول شيء نحن اخترناهم من اكثر من خلفية، وهذا الشيء ببين بالاجوبة يعني بالاجابات اللي بتلاقي انه في ناس من مناطق معينة ما بيعرفوا، يعني اذا بدك مرتبطة الشخصيات بالطوائف نوعا ما، مرتبطة بالمناطق نوعا ما، يعني انا اذا من هالمنطقة بقدر اعرف عن شخصيات معينة مرتبطة ببيئتي اكثر من الشخصيات الثانية المرتبطة ببيئات ثانية. يعني كل منطقة عندها ذاكرتها، يعني عفوا كل منطقة عندها ذاكرتها، وبنفس الوقت في شخصيات قادرة
تعبر الحدود من منطقه لمنطقه، يمكن بالفن اكثر من السياسه. تماما، وعلى كل الاحوال طبعا في طلاب بتقرا كثير وبتطلع كثير، وهذا الشيء رح يعني يتوضح من خلال التقارير اللي رح نشوفهم خلال الحلقه، ورح نعرفكم على الطلاب بسرعه بهالتقرير من خلال صورهم على الفيسبوك. الطلاب وبهي التجربة رح نقول الاسم من دون ما يكونوا بيعرفوا اي شيء عن الشخصية اللي اخترناها، وهن دغري رح يقولوا لنا شو ردة فعلهم، رح نشوف هذا الشيء اكيد خلال الحلقة. شكرا لك رندا. اهم شيء كمان بهالتجربة الاجتماعية انها بتمثل نبض شبابي حلو وجديد، خاصة انه هالفئة العمرية مهمشة بالاعلام اللبناني، عم نشوف عادة على الشاشات شباب مسيس وممثل لاحزاب او جمعيات، الليلة نحن امام صوت غير مسيس بالمعنى الضيق، وهن على الشاشة مش لأنه أحزابهم اخترتهم، وإنما لأنه هن حبوا يوصلوا صوتهم بأكبر عفوية ممكنة. استراحة من بعدها. مين هي الشخصيات التاريخية العشرين اللي اخترناها على لائحة بلا طول سيرة مؤثرون؟